بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. أما بعد، وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم على ذلك المحبوب الذي به نصل إلى أعظم مرغوب، إلى محبة علام الغيوب. صل عليه وسلم تسليما كثيرا. ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، فهذه الشريعة شريعة واسعة. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل كتابا خاتما وهو القرآن الكريم، جمع فيه من كل مصالح العباد، وجعل ذلك الكتاب بابا واسعا لخيري الدنيا والآخرة. وهذا الاتساع كان لابد لكي نبحر في درر هذا الكتاب وفي خيرات هذا الكتاب وفي أنوار هذا الكتاب، لابد لنا من مرشد. وهذا المرشد لا لفهم معانيه فقط، بل لفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وكان من أكثر الأشياء التي توصلنا إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه المنزل، وهو الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي نفهم به مراد الله سبحانه وتعالى من الكتابين ومن الوحيين، من الكتاب والسنة. هذا المرشد كان لابد أن يكون مرشدا يخاطب العالمين، ولذلك كان هذا المرشد لابد أن يكون من جنس ذلك الكتاب. فكان هذا المرشد الذي يوصلنا إلى مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب يجمع خصائص هذا الكتاب، فيه من خصائص هذا الكتاب. فالكتاب نزل بلسان عربي مبين، فكان لابد أن يكون المرشد يشتمل على ذلك اللسان. وهذا الكتاب أيضا جاء للعقلاء، فكان لابد أن يشتمل هذا المرشد، ولابد أن يكون من خصائصه أنه يتكلم عن منطق يخاطب العقلاء. فلذلك كان في هذا المرشد من خصائص ذلك الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تعقلون، فكان لابد أن يكون المرشد في ذلك الكتاب الذي يهدي إلى مراد الله يخاطب العقلاء. ولعل ذلك هو الذي جعلهم يسمون أصول الفقه أنه فلسفة العقل المسلم. ما معنى فلسفة العقل المسلم؟ أي أنه هو المرشد للعقل المسلم للوصول إلى الحكمة، وقد يكون هو المرشد للعقل المسلم للوصول إلى مراد الله الذي هو أعلى من الحكمة. لأن مراد الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الحكمة توصل الإنسان ليكون إنسانا كاملا، ولكن مراد الله يوصل الإنسان ليكون إنسانا ربانيا. فأصول الفقه جاءت لتجعل الإنسان إنسانا ربانيا. إذن جاء المرشد الذي يوصلنا إلى مراد الله سبحانه وتعالى من الوحيين، من الكتاب والسنة، جاء يحمل نفس خصائص ذلك الكتاب. ما معنى أنه يحمل نفس خصائص هذا الكتاب؟ هل هو معصوم مثله؟ لا، بل لابد أن يكون فيه معنى يربط ما بين هذا الكتاب وبين هذا الدليل، وإلا صار الدليل يهدي إلى غير هدي. أصول الفقه في الحقيقة هي دال من الدوال التي وفق الله سبحانه وتعالى إليها علماء المسلمين، تدل العباد على ما في هذا الكتاب من أنوار وأسرار. ولذلك لا يستطيع عالم أن يكون عالما إلا بعد أن يدرك هذا العلم العجيب. وتعالوا لنقول، لو كان المنطق هو معيار العلوم
ما معنى معيار العلوم؟ المعيار في الحقيقة لا يقف عند حد الميزان، المعيار أوسع من أن يكون ميزانا. المعيار يشمل معنى الضابط الذي به تنضبط الأمور والتي تعرف بها قيمة الأمور، وهو المعنى الذي أشرتم إليه عندما قلتم الميزان. الميزان هو الذي نعرف به قيم الأشياء، الذي نعرف به قيم الأشياء، هذا هو معنى الميزان. ولكن المعيار فيه معنى الضبط، أنه به تضبط الأمور وبه تعرف قيمها، وبه أيضا بهذا المعيار نستطيع أن نصل إلى الهداية في السير في الطريق. فالمعيار يهدي أيضا ويدل ويرشد. الذي نريد أن نقوله، إذا كان المنطق معيارا للعلوم فأصول الفقه معيار للفهوم. إذا كان المنطق معيارا للعلوم فأصول الفقه معيار للفهوم، فكل فهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله لا يستن بسنن أصول الفقه فهو رد، فهو مردود على صاحبه، سواء كان هذا الفهم في العلوم الثلاثة الكبرى، سواء كان هذا الفهم في علم الفقه أو في علم العقيدة أو في علم التزكية. فمرد الفهوم إلى أصول الفقه، مرد الفهوم إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، يعني وكأن مرد تفسير النصوص إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، كما أن مرد التواصل بين العقلاء هو المنطق. أتعرفون لماذا كان المنطق في العلوم وكان معيارا للعلوم؟ لأن العلم للعالمين. لماذا يكون العلم للعالمين؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ماذا؟ قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فأصبح أن العلم ميراث إنساني، فالعلم للعالمين، صحيح؟ العلم لل، والمنطق لابد أن يكون هو الأساس الذي يبنى عليه العلم حتى يظل العلم للعالمين، حتى يظل العلم للماذا؟ فلا بد أن يكون العلم بمنطق، لأن المنطق هو الذي به نتواصل، المنطق هو الذي به نفهم ونتواصل. طيب، أما إذا جئنا إلى الفهم الخاص، هو فهم ماذا؟ هو فهم المصدرين، فهم الكتاب والسنة. فلا بد أن هذا الفهم الخاص لا يكون إلا لمن يريد أن يعرف مراد الله. إذن أصول الفقه جاءت لتكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى. فكل فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم على أصول الفقه فهو رد، كما أن كل فهم لشأن من شؤون الحياة لا يستقيم على ماذا؟ لا يستقيم على المنطق فهو رد. فالفهم فهمان، فهم للعلوم كلها وهو الفهم العام، ولا بد أن ينتظم بالمنطق، والفهم الخاص والفهم لكتاب الله وسنة رسول الله، ولا بد أن ينتظم هذا بماذا؟ بأصول الفقه، سواء كنا نفهم لبيان الأحكام أو نفهم للاعتقاد فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بالسمائيات، أو كان ذلك فهما للأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أحدهم ويدعي أنه استنبط معنى إشاريا من المعاني لا تستقيم على أصول الفقه فهو عليه رد. فعندما يقول الإمام الجنيد: كل دعوة في طريقنا يقصد بهذا التزكية والتصوف لا نأتي بها بشهيدي عدل، فهو رد الكتاب والسنة، ولا يقصد أن الكتاب والسنة سيتكلمان،
فيأتي فيقول له والله هذه الدعوة حرام، ولكن يقصد بذلك أن الفهم الذي سيأتي من الكتاب والسنة لابد أن يكون مؤيدا لذلك. طب والفهم ده كيف يكون مؤيدا إذا كان مستقيما على ماذا؟ على أصول الفقه. بل إن المعنى الإشاري، الإشارة، تسمعون عن التفسير الإشاري، التفسير الإشاري الذي يشير إليه علماء التزكية والذي عليه معتمدهم، فهم يعتمدون على الإشارة، على التفسير الإشاري، يعتمدون على التجربة. الإشارة هو أحد أنواع الدلالات، هو أحد أنواع الدلالات الموجودة في أصول الفقه. إذن هذه نقطة مهمة، فمن سلك طريق النظر في كتاب الله ولم يكن متحصنا بأصول الفقه فهو قد طلب الضلال من حيث طلب الهداية، هذا بكل وضوح. وهذا الذي جعلهم يقولون أصول الفقه فلسفة العقل المسلم، يعني ماذا؟ وكأن العقل المسلم بما أنه عقل ينبني على مركزية الكتاب فلن يكون هذا إلا بفهم صحيح للكتاب. وما الوسيلة في فهم الكتاب بصورة صحيحة؟ أصول الفقه. فمن فقد أصول الفقه فقد الفهم الصحيح لكتاب الله. فيأتي سائل فيسأل ما هذا التحكم؟ والتحكم اصطلاح منطقي، هو أن تجعل الخلافة هو الحكم، فبهذا تصادر على المطلوب. فهو كأنه يقول لي لماذا تدعي هذا الادعاء؟ لأننا لا نفترض أن أصول الفقه اختراعا، بل إن أصول الفقه اكتشاف، أصول الفقه في حقيقته اكتشاف وليس إيه؟ وليس اختراعا. طب هذا يفيدنا إيه؟ يفيدنا في الرد على ثلاثة دعاوى. الدعوة الأولى تقول بأننا نريد من أصول الفقه أن يكون أصول فقه من الكتاب والسنة، فهذا عبث. عبث لماذا؟ هذا كالذي يقول لابد أنه أن نستخرج ماذا؟ نستخرج علم الإدارة أو نستخدم علم الاقتصاد منين؟ من الكتاب والسنة. والعلم الاقتصادي والاقتصاد والقرآن الكريم كتاب اقتصاد أو كتاب إدارة؟ لا. كذلك ليس كتابا لتدريس العلوم، الكتاب والسنة ليس كتابا لتدريس العلوم، ولكن هو كتاب يجمع كل العلوم. هناك فرق، كتاب السنة يجمعان كل العلوم وليس فيهم علم، وليس فيهم إيه؟ علم بنصه خاص، ولكن لأن العلوم إذا كانت لا تتناهى، فهذا لأن القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد، فهو مظلة جامعة لكل العلوم. هل الكلام واضح؟ فهذا الكلام لابد أن يكون مرتكزا في قلوبنا. لماذا اخترنا علم أصول الفقه لكي نقوم بتدريسه لكم؟ ولماذا اخترنا ذلك الكتاب وهو الكتاب الذي يبدأ في سلم التعلم؟ اخترنا علم أصول الفقه لأننا وجدنا مشكلة لثلاثة معاني. معنى الأول، إشكالية الفهم المعاصر للكتاب للمصدرين الرئيسين للتشريع اللذان هما الكتاب والسنة. هناك إشكالية كبيرة، هناك عدد من الاتجاهات غير الرشيدة، وهذا تعبير لطيف، وتستحق هذه الاتجاهات تعبيرا أشد من ذلك، لكن احنا بنتأدب شوية في هذا المجلس. هناك اتجاهات غير الرشيدة في فهم الكتاب والسنة، انبنت هذه الاتجاهات في الحقيقة على أنها لا تعرف وظيفة الكتاب والسنة في حياة الناس. هي فهمت أن الكتاب والسنة يقتصر على فكرة المصادر، ولكن الكتاب والسنة أوسع من أن يكون مصدرين للمعرفة. الكتاب والسنة مصدرين للحياة، وهناك فرق ما بين المعرفة والحياة. المعرفة قد تتعلق بالأمر الظاهر، بالأمر المدرك،
لكن الكتاب والسنة فيهم جزء هو الأكبر، هو الكلام عن الغيب الذي لا ندركه بالعلوم الظاهرة، ولكن ندركه ببيان الله سبحانه وتعالى لهذه المساحة من الحياة الكبيرة، وهي مساحة الغيب. ولذلك أتت في الآيات الأولى يؤمنون بالإيه؟ بالغيب، لأن المسألة أن هذا الغيب مساحته كبيرة في حياتهم. إذن هناك فهوم مختلة تعاملت مع ماذا؟ تعاملت مع الكتاب والسنة. هناك فهم رأى أننا نستطيع أن نقتصر على اللغة في فهم الكتاب والسنة، فأتوا بالأعجيب. وبعضهم قالوا تعاملوا مع الكتاب والسنة بأنه سطحي الدلالة، لابد أن تعرفوا هذا. أنتم عندما تتكلموا عن المتمسلفة لا تتكلمون على أنهم قصروا في تعلم أصول الفقه، لا لا لا، ولا أنهم قصروا في تعلم العلوم، لابد أن تفهموا التعبير الصحيح، إنهم سطحوا دلالة القرآن. إن المتمسلفة لم يزهدوا في تعلم أصول الفقه، ولكنهم ماذا؟ سطحوا دلالة القرآن. أنتم تقولون بأنهم يقفون عند الدلالة الظاهرة لكتاب الله، هم لا يقفون عند الدلالة الظاهرة، بل يعتبرون أن الدلالة الظاهرة هي منتهى دلالة القرآن. فإذا كانوا هم يعتبرون أن الدلالة الظاهرة هي منتهى دلالة القرآن، فهم قد سطحوا دلالة القرآن. ولكننا نرى أن دلالة القرآن ستبقى مفتوحة حتى تشمل كل العصور وكل الأزمنة، فالقرآن لا يخلق على كثرة الرد. فإذا كنا نقف عند دلالة النصوص، الخطر أننا نتعامل مع هذا الكتاب بهذه الطريقة بأنه خاص بالمسلمين فقط، لأن الكتاب إذا كان سطحي الدلالة لن نستطيع أن نجعله للعالمين، وكأنهم يدخلون في جحر الضب الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم، حذو القزة بالقزة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. ما الذي فعله هؤلاء الناس؟ جعلوا شريعتهم أسرارا. لماذا أتوا بالأسرار؟ لأنهم رأوا أن دلالة كتبهم صارت دلالة سطحية لا عمق فيها، فأتى من يعمل وسيطا فأتى بفكرة الأسرار. فهمتم؟ وإحنا عندنا في الشريعة ليست هناك أسرار. الأسرار لو تقولون بين العبد وربه لا تكون في كتاب الله وسنة رسوله. تفهمون هذا؟ فإذا ليس عندنا كهنوت، لأن الوحي انقطع بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الانحراف الأول، وهو تسطيح دلالة القرآن. الانحراف الثاني هو إيقاف دلالة القرآن والسنة، وهو القول بتاريخانية الكتاب والسنة، بأن دلالة القرآن كانت دلالة زمنية انتهت مع نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت بأن مارس الصحابة ما مارسوه من دلالة للكتاب، وأصبح هذا الكتاب نصا أصبح نصا نسبيا عندما نزل على رسول الله، فأصبح نصا بشريا، وهذه مصيبة أخرى يقولها أصحاب هؤلاء الناس، لأنهم يرون أنهم بهذا يحاولون أن يجعلوا الإسلام دينا إنسانيا، ويبتعدون بهذا الدين عن معنى السلطة الدينية، وهذه مصيبة أخرى، بل إن هذا هو عكس المراد. فإن سعة دلالة القرآن هي التي أورثت هذا الدين الإنسانية. إن سعة دلالة القرآن هي التي أورثت هذا الدين الإنسانية. لماذا؟ لأننا لو كنا سنصنع الإنسانية بعقولنا كانت هذه الإنسانية يمكن أن نفوض عليها، صحيح؟ يمكن أن أترك أنا الإنسانية. أما أن تكون الإنسانية للعالمين بنص القرآن العظيم
حتى يأتي بالإشارة هذه في أول آية من آياته بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. ويأتي لحضرة النبي ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن فيكون المسألة ماذا؟ يكون أن العالمية والإنسانية في القرآن إنسانية نصية وليست إنسانية من صناعة أهل هذا الدين. فعلى سبيل المثال، هل يجوز لغير المسلمين أن يقرأوا القرآن؟ بل يجوز لغير المسلمين أن يقرأوا القرآن على أي حال شاءوا. لماذا؟ لأن القرآن كتاب لهم، فلابد أن تعرفوا هذا. فالقرآن كتاب للعالمين، هل يجوز أن يطلع غير المسلمين على سنة رسول الله؟ بل نحن لابد أن نقرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يطلع عليها غير المسلمين، ولا نعتبر أننا نحجب عنهم ما لا يستحقون. هذا عبث، هذا جنان. تعرف الجنان؟ تعرفون الجنان؟ هذا جنان، هذا مخالفة لأمر رسول الله. هناك فرق بين الأحكام الفقهية والأوامر الربانية. أحكام الفقهية بأنه لا يقرأ، لا يمسه إلا المطهرون، نعم، ولكن إذا قرأه بغير مس. نحن نريد أن نمسر الكتاب والسنة للعالمين. إذن ما يقوله هو بأنه بهذا يحرر النص من عقول وخطابات الفهوم، هو بهذا يقيده بخطاباتهم. عندما يقول بأن النص صار لزمن رسول الله، فهو يجعل بهذا إنسانية القرآن الكريم بيدنا نحن. أما إنسانية القرآن الكريم ففي القرآن ذاته، في القرآن إيه؟ ذاته. وإلا فالسؤال لما يأتي الخطاب في القرآن: يا أيها الناس، إذا كان هذا القرآن لا يقرأ إلا من خلال المسلمين، فلماذا توجه الخطاب للناس؟ فما توجه الخطاب للناس إلا أن القرآن للعالمين. ستعرفون لماذا أصف لكم هذا. فلكي نحافظ على القرآن أن يكون للعالمين، كان لابد من إنشاء علم يخاطب العالمين. طيب، المعنى الثالث الذي من أجله يبقى هذه التيارات المنحرفة في فهم النص هي التي ألجأتنا إلى دراسة علم أصول الفقه في أول ما ندرس. الأمر الثاني أننا، أمر الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الأمر الثاني كان إيه؟ إيقاف دلالة القرآن، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا كله في المعنى الأول. هناك تيارات منحرفة، الإشكاليات بقت الفهم المعاصرة. هناك إشكالية تسطيح دلالة القرآن، وهناك إشكالية أخرى اسمها إيقاف دلالة القرآن. حسبي الله ونعم الوكيل. أفيقوا يا عباد الله. لا، أنتم تستيقظها، مش الكلام حلو؟ فلماذا تنامون؟ أعرف أن كثيرا منكم يحب النوم. نامي حرستك آلهة الطعام، نعمي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام، وتنوري زبد كده. يعني استيقظوا. إيه؟ ما فاز إلا النوام، صح؟ فهو يريد أن يفوز، فيريد أن يكون نائما على طول الخط. إذن فالمسألة هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو أمر يتعلق بذات أصول الفقه. أصول الفقه بسبب مصادره صار علما مجربا في الفهوم، فالناس يستخدمون أصول الفقه إن لم يكونوا على إدراك من أنهم يستخدمون أصول الفقه. فمثلا على سبيل المثال، أنت ترى الآن الناس يتكلمون عن تعدد الفهوم، صح؟ كيف يتكلمون عن تعدد الفهوم؟ تقول هذا فهم الباء للبعضية، وهذا فهم الباء للساق، أو هذا فهم الخبر للإنشاء، وهذا فهم الخبر للخبر. فبعضهم يرون أن المرأة يجب عليها أن ترضع أولادها
حولين كاملين لقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأنهم يرون أن الخبر هنا أريد به الإنشاء، يعني أرضعن أولادكن. وبعضهم يقول لا يجب عليها لقوله الوالدات، وهذا من قبيل الخبر، فإذا أردتم أن توجبوا عليها أن ترضع أولادها فعليكم أن تأتوا بدليل آخر ليس من هذا الدليل. أنتم ترون هذا، ترون هذا الخلاف. فهذا الخلاف، هذا الخلاف يكشف عن قضية التنوع، وهذا أمر مهم. نحن أصبحنا لدينا معارف كثيرة، وأصبحت المعرفة واسعة، فبغير وجود آلة ضابطة لقضية التنوع يسير الأمر إلى النسبية المطلقة، إلى العبثية. يبقى إذن هناك احتياج إنساني لضابط يضبط التنوع الفكري. ولذلك عندما تجد إنسانا يتكلم معك يقول لك يا سادة لماذا تريدون أن تقيدوا الفكرة؟ نحن لا نريد أن نقيد الفكر، ولكن نريد أن نضبط، أن نضع معايير للفكر، وإلا لأصبحنا نصل إلى النسبية المطلقة، والنسبية المطلقة مهلكة. النسبية المطلقة جربناها، نحن جربنا النسبية المطلقة، ليست هذه أول مرة تأتي على البشرية النسبية المطلقة. هل مرت النسبية المطلقة على البشرية قبل ذلك؟ نعم. متى مرت النسبية المطلقة على البشرية؟ مرت من القديم، من عند اليونان. كان هناك مدرسة تسمى مدرسة، أنشأت مدرسة كما أنشأت مدرسة في الواقع المعاصر. كانت هناك مدرسة تسمى بمدرسة السوفسطائيين، والسوفسطائيون على ثلاث طرق. الطريقة الأولى الطريقة التي تتعلق باللا أدرية. أنا يسألوني من هؤلاء، أقول لا أدري، لا أدري بشر، لا تدري أنهم بشر، لا أدري. وهو يدري أنهم بشر لكن هو لا يدري، لأنه يرى أن الأشياء كلها، أن الحقائق غير ثابتة. أنتم تعرفون أن في العقائد النسفية أول شيء، أول عبارة في العقائد النسفية ماذا؟ حقائق الأشياء إيه؟ والعلم بها متحقق. حقائق الأشياء إيه؟ ثابتة. والعلم بها إيه؟ ما هذه؟ لوحة كتابة. هل هناك خلاف في ذلك؟ أنا إذا سميت هذا كوبا هل أكون عاقلا؟ لماذا؟ لماذا ضحكتم؟ ضحكتم من المفارقة، هذه من الدهشة، لأن هذا حقائق الأشياء إيه؟ إذا جاء أحدهم وقال لك لماذا لا تتيح لي ماذا؟ حرية التفكير. لماذا لا تتيح لي أن أقول ما أشاء؟ لماذا لا توافقني على أن هذه، على أن هذا كوب؟ هل أنت تمنع من حرية التفكير؟ طيب الإشكال ليس في هذا، الإشكال أن يطلب مني أن أشرب في هذا الكوب. الإشكال هو أن يطلب مني إيه؟ أن أشرب في هذا الكوب. هذه مشكلة. فكان لابد أن نبدأ بقضية أساسية، إيه هي القضية؟ وحقائق الأشياء إيه؟ ثابتة، وإلا لن نستطيع أن نعيش معا. الذين يتكلمون على أن النسبية وعلى أن كل الآراء تكون متاحة، وقل ما شئت وما ستقوله سيكون له نصيب من الصواب، هذا الكلام كلام خرافة، ليس كل ما يقال له نصيب من الصواب. كيف نعرف الكلام الذي له نصيب من الصواب من الكلام الذي ليس له نصيب من الصواب؟ لابد من الضوابط والمعايير. بغير الضوابط والمعايير ماذا؟ يقتل الناس بعضهم بعضا. ابن آدم الأول من ابني آدم رأى أنه بقتله لأخيه سينهي النزاع من الحياة، وسيكون هو مستحق لكي يكون الأبر والأتقى.
صحيح؟ فهذا التفكير الأعوج جعله يسفك الدم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وأورثه الندم. نحن نستطيع بالنسبية أن نصل إلى نفس الحال إلى أن أيه يقتل بعضنا بعض. فعلى سبيل المثال، ألم يحدث هذا لما فقد المتطرفون أصول الفقه قتلوا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله كذبا كذبا، وهم كهؤلاء الذين يقولون بالنسبية. والشخص نقول له ما الدليل على أنك يباح لك أن تقتل الناس؟ قالوا سنقتلهم ويبعثون على نيتهم. سيدي، هو لا رسول الله لم يكن يتكلم على ذلك الشخص الذي يسفك الدماء، لم يكن يتكلم على هؤلاء، ولكن كان يتكلم عن الذين يصابون ببلية. إلا إذا كنت ترى نفسك بلية، فهو شايف نفسه مصيبة وبلية، عشان كده إيه اللي حاصل؟ ساوى بينه وبين إيه؟ وبين الحرق والغرق، كأنه المصيبة التي ابتلى الله سبحانه وتعالى الأمة بها هو المصيبة والعياذ بالله. فماذا قال؟ قال يبعثون، نقتلهم ثم يبعثون على نياتهم. هذه نسبية. لو أنه رد الكلام لأصول الفقه لما فعل هذا، ولذلك هم يكرهون المنطق لأجل هذا، لأن المنطق سيخرجهم من هذه النسبية، سيخرجهم من أن يكونوا عبثيين، سيخرجهم من أن يكونوا سوفسطائيين وغنوصيين. إذن الطريقة الأولى هي طريقة لا أدري، هناك طريقة أخرى، طريقة العندية. العندية أقول لك ما هذا؟ أقول له هي عندي صبورة، يقول عندك أنت، وتقول له طب وعندك أنت؟ عندي شيء آخر. طيب لماذا يكون عندك شيء آخر؟ قال هكذا. فهذا يقول بالنسبية المطلقة أيضا. المنهج الثالث أن يقول ماذا؟ العنادية. يقول هذه ماذا؟ يقول لا أنا أعرف ولكن لن أقول. غلس يعني، وأنتم تعرفون ما معنى الغلاسة صح؟ الغلاسة أن يجمع الشخص ما بين ثقل الدم وأن يكون لديه إلحاح على ملاحقة الشخص. فالغلس ثقيل الدم الذي يلح على ملاحقة الإنسان في طلب ما. فهمت كده؟ يبقى واحد ايه ثقيل الدم، وايه تاني؟ ويلاحق الإنسان ملاحقة تجعله يضيق به ذرعا، ده اسمه ايه؟ غلس. الراجل العنادي بقى دوت ايه؟ غلس صح؟ فهو غلس، فهو كائن ايه؟ غلس. طيب هؤلاء الناس يقعون في مثل هذه الحالة التي وقع فيها السوفسطائيين. ولذلك لما جاء علماء المسلمين ماذا أرادوا؟ أن يمنعوا هذا البلاء الذي حدث للأمة من قبل. فالنسبية مرت على الإنسانية من قبل، مرت على الإنسانية من قبل، وأنا أدعي أنه ليس هناك صراعات ولا حروب إلا بسبب النسبية. طيب مسألة الثالثة الأخيرة التي من أجلها ندرس أصول الفقه. يبقى المسألة الأولى إشكالية الإيه؟ الفهم غير منضبط. الإشكالية الثانية أن علم أصول الفقه ماذا؟ هناك حاجة إنسانية لهذا العلم. المسألة الثالثة هي مسألة الاستثمار، أن الكتاب والسنة بأمر رسول الله لابد أن نسورهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن القرآن لا يخلق على كثرة الرد. ماذا يريد رسول الله؟ سمر القرآن،
أخرجوا من القرآن ثمارا جديدة. فالتجديد وتنمية الحياة والبناء يحتاج إلى أصول الفقه، لأنك بغير أصول لا تستطيع أن تبني بناء. فاحتاجنا إلى أصول الفقه لكي ننمي، ولذلك لا اجتهاد ولا تجديد إلا بأصول. واضح؟ هذا الذي من أجله نقرأ أصول الفقه في هذه المرة. فنحن نقرأ أصول الفقه تخلية من الاتجاهات غير الرشيدة، وتحلية بماذا؟ بأدوات نستطيع من خلالها أن نقدم حلولا للناس في شؤون حياتهم، ثم أن نكون مستعدين للتجلية من أن يعطينا الله سبحانه وتعالى من عظيم منه لكي ننمي تلك الحياة. إذن فنحن نقرأ أصول الفقه تخلية وتحلية وتجلية. أعرف أن هذه الطريقة التي أشرح لكم لم تمر عليكم من قبل، أنا أعرف، صح؟ بس حاولوا تفهموا عشان إيه ربنا يدخلكم كلكم جنة. في حد مش فاهم؟ سؤال، أنت يا ابني فاهم يا ابني ولا مش فاهم؟ هل أنا أتكلم بسرعة؟ طيب من لا يفهم يرفع يده. طب من يفهم يرفع يده. إذن وفي أمن مركزه. لا أدري، صح؟ يبقى كده أنتوا فاهمين، أنا كده فهمت إن أنتوا فاهمين. في لا أدري يعني. أنا عارف أنكم لم تتعودوا، لأن أكثر الدرس من أهل جنوب شرق آسيا، وهم في الحقيقة غير متعودين على ماذا؟ على طريقة التجاوب. لا، من جاء مصر تمصر، وكل شيء إذا جاء مصر يتمصر، فأنتوا هتتمصروا، فأنتوا تمشوا على طريقتنا مش نمشي على طريقتكم. طب طريقتنا ايه يا سيدي؟ يبقى في ميكروفون جوه ولا ايه؟ طريقتنا ايه؟ لما نسالكم تجاوب. انا عارف ان انتوا لما انا اسالكم تسكتوا حياء. لا يا سيدي، هذا ليس حياء، هذا ماذا؟ هذا عدم استجابه للشيخ. فهم؟ لم اقل غير الادب، انت تقول غير الادب، انا ما اقول، انت تقول علي. فعندما أسألكم تجيبون، فمن فهم منكم يرفع يده برضو. يبقى أنتم مش فاهمين؟ أنت مش فاهم يا ولدي؟ فاهم؟ أنت لا تفهم؟ أنت تفهم ولا تفهم؟ أنت لا تفهم؟ تفهم أو لا تفهم؟ لا تفهم، لماذا لا تفهم؟ هل أتكلم ببطء أم أن الكلام غريب؟ كلام غريب، صح؟ أنتم كنتم تتصورون أنني سأبدأ الدرس هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. جاي معلش، بس أنا تأكدت إن كلامي وصل إليكم، بس أنا تأكدت إن كلامي وصل إليكم، صح؟ طيب. إذن هذه البواعث التي بعثتنا على أن أقرأ أصول الفقه في أول لقاء بكم، أننا نحتاج إليها بسبب هذه المعاني الثلاثة. وإذا كان الأمر كذلك فالله أعلم بما هنالك. فقد قال الإمام الجويني أبو المعالي رضي الله عنه في هذا الكتاب الصغير الذي هو وكأنه له نصيب من سنة إمامه
أنتم تعلمون أن كتاب الرسالة ليس هذا ليست الرسالة لفظ الرسالة اسما لهذا الكتاب، ولكنه وصف، وأصبح انتقل من الوصفية إلى اللقبية. لماذا؟ فهذا الكتاب كان رسالة، كان إيه؟ رسالة. ثم أصبح هذا الوصف لماذا؟ رسالة يعني مرسل، فهو أطلق الإيه؟ أطلق الاسم وأراد الإيه؟ اسم المفعول، فكان ذلك وصفا لإيه؟ وصفا لهذا الكتاب. ثم انتقل من الوصفية إلى العالمية، فهناك أشياء كثيرة حدث فيها ذلك. كتاب سبويه لم يكن اسمه الكتاب، ولكنه سمي بالكتاب لأنه ماذا؟ كتب، فصاروا يستعيدون عن الإضافة كتاب سيبوي، فاستعادوا عن الإضافة بأل، فصار الكتاب لسيبوي. فإذا هذا أيضا من الأشياء التي نقلت من الوصفية إلى ليه؟ إلى العالمية، إلى اللقبية. طيب، هنا أيضا كتاب الورقات لم يكن اسمه الإيه؟ الورقات، لم يسميه الإمام الورقات. تعرفون حالة كده هذا الكتاب بالضبط كده؟ أنتم تعرفون أن هناك ظاهرة، كانت ظاهرة موجودة قديما في تسمية الملفات في الحاسب الآلي، لعلكم لم تدركوها، أن الملف كان يسمى بأول لفظ يبدأ في الملف. لم تدركوها أنتم، أدركتوا الكمبيوتر لما بقى كمبيوتر. احنا كنا ندرك الكمبيوتر من أيام ما كان إيه؟ عزبة، كان 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 بيت كده. ايه يا عم ده اسمه الكمبيوتر؟ حاسب الآلي. حاسب الآلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن اوضه في غرف كده. شفتوش انتوا ده؟ شفت ده يا ابني؟ الصور في الصور، شفتوه في الصور، احنا شفناه بعينينا. فالجيل اللي بعده على طول كنت كان عندنا بتاع دوت اسمه ايه؟ الديسك. لا يا بابا مش الديسك توب. بتاع كده كان مربع صغنون كده، جحته الحمد لله فلوبي ديسك. فأياميها كنت عندما تكتب الملف، أنا سأجعلكم لا تنسون لماذا سموا الورقات بالورقات. فعندما تكتب الملف تجد أن الاسم لهذا الملف يكون بأول كلمة تكتب في هذا الملف، وكأن هذه ظاهرة قديمة. لماذا؟ لأنهم إذا رأوا أن كلمة يصلح أن تكون كلمة دالة على الشيء سموا بها، ولذلك سميت هذه الورقات بالورقات. عندما قال الإمام بعد بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات، فأصبحت هذه الورقات المشار إليها هي اسما على هذا الكتاب. ولكن الصحيح أن الإمام الجويني لم يسمي هذا الكتاب بالإيه؟ ولكن لصغر الكتاب كلما تكلموا قالوا سنقرأ هذه الورقات، سنقرأ هذه، حذفنا، سنقرأ ورقات الإمام الجويني. ها التطور، سنقرأ الورقات، فأصبحت الورقات إيه؟ إيه؟ علما ولقبا، علما وليس لقبا، علما على ماذا؟ علما على ذلك المصنف، علما على ذلك الإيه؟ المصنف. تعالوا نتكلم بشيء من البساطة عن سيدي أبي المعالي الجويني. هو ابن أبي محمد الجويني، وكلاهما من علماء السادة الشافعية. والإمام الجويني من محرري مذهب الإمام الشافعي، هناك سند في تحرير مذهب الإمام الشافعي. ويبدو أن الإمام الجويني من أوائل من حرروا مذهب السادة الشافعية، وسيأتي كلام عن مذهب السادة الشافعية، وستعرفون أن المذاهب
هي مدارس، مدارس علمية. المذاهب ماذا؟ مدارس علمية. نعم. ومعنى تحرير المذهب أن نجمع النصوص المتعددة في المذهب ثم نجعلها نسوقها مساقا واحدا. فماذا فعل الإمام الجويني في هذا السياق؟ أنه جمع كتب الإمام الشافعي، جمع كتب الإمام الإيه؟ الشافعي، ثم حررها. فأصبح إذا وجدت شيئا في كلام الإمام الجويني مخالفا لما وجد في كتب الإمام الشافعي، يعني جمع كل النسخ اللي اتكتبت عن الإمام الشافعي، ما احنا ما كانش عندهم على فكرة، ما كانش عندهم الموسوعة الشاملة، يعني الإمام الجويني ما كانش عنده الموسوعة الشاملة، ده كان عنده نسخ كتبها تلامذة الإمام، فجمع النسخ التي كتبها تلامذة الإمام التي وصلت إليه، جمعها ثم حررها وخرج منها بنصوص دقيقة. فأصبحوا يقولون، أصبح علماء الشافعية يقولون إذا وجدتم شيئا في كتب الإمام الجويني ووجدتم خلافه في نسخ الإمام الشافعي فماذا تفعلون؟ خذوا بما كتبه الإمام الجويني، خذوا بما كتبه الإمام الإيه؟ لماذا؟ لأن الإمام جمع النسخ كلها وطابق بينها ثم خرج بنص منضبط، فهو من أوائل حلقات تحرير مذهب الإمام الشافعي. هناك من نقلوا مذهب الإمام الشافعي كالمزني والربيع، هؤلاء ماذا؟ والبويطي، هؤلاء ماذا؟ نقلوا المذهب، لكن هناك من حرر المذهب. فأول حلقة في تحرير المذهب هي حلقة من؟ الإمام الجويني. ثم أتى تلميذه من؟ الإمام الغزالي. نعم، النقل زي واحد نسخ الحاجة ونسخها بدقة وبتوثيق وبعلم دقيق، لكن التحرير أن آتي وأجمع النسخ فأجد كلمة تحتمل أن تكون تبينوا أو تثبتوا، تحتمل أن يكون واجبا أو جائزا. الواجب والجائز قريبان، الواجب والجائز إيه؟ قريبان. فيحرر المسألة فيقول لا هي جائز وليس إيه؟ جائزا وإيه؟ جائزا وأنا آسف، جائزا ومباحا، فقد تكون جائزا وقد تكون مباحا، فماذا؟ فيحررها فيقول لا هذا جائز وليس إيه؟ مباح. هذا هو التحرير، الإيديتنج يعني. كويس؟ التحرير يقول والتحرير زي التحقيق، التحقيق الذي نمارسه الآن جزء من التحرير، جزء من التحرير. التحرير اللي هو العلمي، مش التحرير اللي هو الميدان، في ميدان اسمه التحرير، لا مش هو، عشان يروح يشتري كتاب الإمام الجويني من التحرير ويقول لك التحرير والإمام الجويني، يبقى نبحث عن الإمام الجويني فين؟ التحرير كتير كده، أو يروح يدور على محل الإمام الجويني في التحرير، ميدان التحرير، ده برضو غلط. فالإمام الجويني في مذهب السادة الشافعية من الكبار، وهو إمام جامع، وكان يلقب بإمام الحرمين. لماذا؟ حتى قالوا شيئا عجيبا. إذا وجدتم الشافعية يقولون في بعض العلوم الإمام فيحمل على من؟ الإمام الإيه؟ إمام الحرمين. إذا وجدتهم في كتب الفقه يقولون لماذا؟ لا، قال الإمام، يبقى إمام مين؟ إمام الشافعي. ها؟ من كتب الشافعية يبقى الإمام مين؟ يا ولا الرازي مين يا ولا؟ مين اللي نطق؟ أشوف غلط. لما تجد الشافعية يقولون وهذا ما حرره الإمام، أو ما هذا ما قال ما ذهب إليه الإمام، يبقى الإمام مين في كتب الشافعية كتب الفقه؟ يبقى إمام الحرمين. لكن لو قالوا
هذا ما ذهب إليه الإمام في علم أصول الفقه أو في علم أو في علم الإيه أو في علم الأصول، يبقى يقصد به الإمام الرازي. فهمتم حاجة؟ ليه بقى ده؟ عشان اللي أنا قلته لكم ده، لأجل ما قام به من التحرير في هذا المدى. فهمتم شيء؟ فأصبح ما فهمتيش شيء، طب أعمل لكم إيه؟ أيوة، وده لقبه لأنه جاور في الحجاز، كان من الذين يرون ماذا؟ يرون جواز أو استحباب المجاورة. وهناك من العلماء من يرى كراهة المجاورة. ليه؟ يقول لك لما تقعد جنب الحرمين الشريفين المفروض يبقى في مزيد من الأدب. طب إذا ما احترمتش نفسك يبقى الحكاية فيها وعرة شوي. طيب، فهذا كان معنى من المعاني التي تتعلق بالإمام الحرمين. إمام الحرمين أحد ألقابه، والإمام لقب آخر للإمام الحرمين. وهذا اللقب إذا وجدته تجده في كتب الفقه، فقه الشافعي، فإذا قالوا الإمام وكأنها محولة عن الإضافة، إمام الحرمين. فلما يقولوا الإمام يبقى الإمام إيه؟ أمام الحرمين اللي هو مين؟ إمام الجوين. طب لو شفت نفس الكلمة، كلمة الإمام دي في كتاب أصول فقه للشافعية، يبقى يقصد مين؟ الإمام مين؟ الإمام الرازي. فلما نشوف هنا مثلا، لو لقينا الإمام هنا بيقول قال هذا على مذهب الإمام، الإمام الجواني، يبقى يقصد مين؟ الإمام الرازي، في لأن الكتاب ده كتاب في أصول الإيه؟ الفقه. هذا يكفي الطالب المبتدئ في معرفة إمام الحرمين. أذن؟ محمد. انت بتسال عن من؟ لقبه، تعالوا نقول الثلاثه اللي هو اسمه وكنيته وايه ولقب. الامام الجويني لقبه امام الحرمين، وقد بينا لماذا سمي بامام الحرمين. فهو امام يعني انه متبع في الفتوى وفي التعليم في الحرمين الشريفين، هذا هو لقبه. أما كنيته فهو أبو المعالي. كنيته ماذا؟ أبو المعالي. وأما اسمه فهو عبد الملك بن عبد الله، وأبوه كنيته أبو محمد، وهو تقرؤون في بعض الكتب أبو محمد إيه الجويني، فتعرف أنه مين؟ والد مين؟ أبي المعالي. والد أبي المعالي اللي هو مين؟ إمام الحرمين اللي هو مين؟ عبد الملك. يبقى إيه؟ عبد الملك ابن عبد الله. فهو من أعيان القرن كام؟ الخامس. والقرن الخامس كما أنه، أنا آسف، القرن الخامس كما أنه ظهر فيه محرر أصول الفقه اللي منهم سيدنا الإمام الجويني، فيه أيضا ذهب بعض العلماء إلى أنه نهاية الإسناد. وهذان العلمان من العلوم التي تميزت به الأمة الإسلامية، اللي هو علم الإسناد اللي هو علم الحديث، يعني انتهى الإسناد مع الإمام البيهقي، وبدأ تحرير أصول الفقه والكتابة فيه على الطريقة التي فيها بيان وتوضيح بكتاب البرهان لإمام من؟ إمام الحرمين، الإمام الجويني. وكأن تطورا حدث في ماذا؟ نضوج. وكأن النضوج قد شمل العلمين، علم ماذا؟ علم أصول الفقه وعلم الإيه؟ الإسناد الذي هو علم الحديث. تمام؟ طيب، يبقى عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي إمام الحرمين، اسمه ثم بعد ذلك كنيته، ثم بعد ذلك إيه؟ لقبه. وأنتم تعرفون أن العلم والكنية واللقب
هم أقسام الاسم، فالاسم إما أن يكون علما، وإما أن يكون كنية، وإما أن يكون إيه؟ لقبا، وكل ذلك اسمهم إيه؟ أسماء. يبقى الاسم قد يكون إيه؟ علما، وقد يكون كنية، وقد يكون إيه؟ لقبا. تمام يا مشايخ؟ طيب، ده كل دي معاني قريبة نعرفها عن مين؟ عن الإمام الجوين. تعالوا بقى نتكلم عن كتاب الورقات. كتاب الورقات في الحقيقة هو ليس كتابا بالمعنى المصطلح عليه، بل يبدو أنه كان تلخيصا للطلاب ليستعينوا بهذه الورقات على البدء في طلب علم أصول الفقه. ولذلك تجد هذه الأوراق ليست على الطريقة المعتادة في التصنيف في أصول الفقه، بل تجدها وكأنها شيء للتذكير والتلخيص والدلالة على أصول الفقه من أقرب طريق. واضح؟ طيب، مفهوم ده؟ ولذلك ما الذي يجعلنا نبدأ بهذا الكتاب لكي ننتهي منه سريعا ثم نبدأ في كتاب أكثر اتساعا؟ طيب، الشاهد من أن هذه الورقات بهذه الطريقة يمكن أن نسميها طريقة للتعريف بأهم مفاهيم أصول الفقه وأهم تقسيماتها، ولا نستطيع أن نقول بأنها تجمع للطالب كل المسائل التي يمكن أن يعتمد عليها في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية. يعني ما حدش يروح يتعلم الورقات لأصول الفقه ثم يجعل من نفسه إيه؟ فقيها يستنبط الأحكام الشرعية، ولكن هذه الورقات ورقات لماذا؟ لتسهل عليك تعلم أصول الفقه. يبقى هذه الورقات لتسهل عليك تعلم إيه؟ واضح الكلام؟ طيب، يبقى عندنا هذه ورقات للتعلم وليست ورقات لماذا؟ وليست ورقات للاستنباط. واضح؟ ما الفارق؟ أن الاستنباط سيحتاج إلى مسائل أكثر اتساعا. تجد هذه المسائل مثلا في المبسوط، وتجد هذه المسائل في عدد من الكتب التي تراها موسعة كالبحر المحيط للإمام الزركشي وغيرها من الكتب الموسعة. واضح؟ فإذا نحن هذا الكتاب للتعلم. هذا الكتاب لماذا؟ للتعلم. من أي أقسام الكتب هذا؟ هذا كتاب من المختصرات، فهذا يسمى كتاب من المختصرات. والإمام الخليل بن أحمد كما تعرفون، كما نقل هذا الإمام الخطيب الشربيني، يقول: الكلام يختصر ليحفظ، الكلام يختصر ويبسط ليفهم. لما المفروض ان الناس بتعمل ايه؟ بتحفظ الورقات دي. المفروض الناس تعمل ايه؟ تحفظ هذه الورقات. تعالوا بقى لنبدأ في هذه الورقات. نحن سنبدأ تلخيصا سريعا للمبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، باعتبار أن هذه الورقات هي ورقات في علم إيه؟ أصول الفقه. علم أصول الفقه له موضوع، لأنني أحب أن أبدأ المبادئ العشرة بالموضوع. المبادئ العشرة كما تعرفون لها عدة لا عدة أبيات تنظم بها، من هذا النظم الذي يقول فيه الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والاثنين، الحد والموضوع، ثم
الثمرة. قال وفضله ونسبة والواضع. الاسم الاستمداد حكم الشارع. قال مسائل والبعض بالبعض. قال مسائل وهكذا انتهت العشر. والبعض بالبعض اكتفى. ومن درى الجميع هذا الشرف. طيب نبدأ بأول. يبقى كم مبدأ دول؟ عشرة. أول المبادئ هو ماذا؟ الحد. والثاني الموضوع. والثالث الثمر. الرابع الفضل. الخامس النسبة. السادس الموضوع. السابع الاسم. الثامن الاستمداد. التاسع حكم الشارع. والعاشر المسائل. تمام. أنا أحب أن أبدأ أولا بالموضوع ثم الثمرة ثم الحد، وستعرفون لماذا. ما هو الموضوع؟ الموضوع هو ما يبحث فيه هذا العلم. الموضوع في علم المنطق هو الشيء الذاتي. الشيء ماذا؟ الذاتي. وهنا هو المجال الذي يبحث فيه العلم. علم أصول الفقه يبحث في ماذا؟ يبحث في الأدلة الإجمالية من حيث كونها آلة تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. يبقى الموضوع هو إيه؟ الأدلة الإجمالية، مش الأدلة التفصيلية. الأدلة الإجمالية اللي هي إيه؟ الأدلة الإجمالية. سنبحث ما الفرق بين قولنا الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب، وبين الصلاة واجبة. ما الفرق بين الأمر يقتضي الوجوب والصلاة واجبة؟ الوجوب هنا حكم على الصلاة، صحيح؟ فهذا حكم أصبح متعلقا بالصلاة، صحيح؟ فلذلك يسمى هذا ماذا؟ حكم جزئي. لكي نصل إلى الحكم الجزئي كنا نحتاج إلى دليل تفصيلي. ما هو؟ قوله تعالى أقيموا الصلاة، خلاص؟ يبقى عندنا أقيموا الصلاة، هذا يسمى دليل تفصيلي. هذا يسمى دليل. هل يمكن أن نصل من أقيموا الصلاة إلى الصلاة إلى الصلاة واجبة؟ لا نستطيع أن نصل. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى واسطة. هذه الواسطة هي التي تجعل أقيم الصلاة يوصلنا إلى أن الصلاة واجبة. الواسطة ما بين الدليل التفصيلي والحكم الفرعي هو الدليل الإجمالي. لماذا؟ لأن الأمر يدخل تحته أقيم الصلاة، ويدخل تحته فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإيه؟ فاكتبوه، تدخل تحتها. وكل الأوامر الموجودة في القرآن تدخل تحت قوله الأصل كده، الأمر يقتضي الوجوب. فهذا يسمى بدليل إيه؟ دليل إجمالي. يبقى الدليل الإجمالي هو الدليل الذي يتوسط. لماذا سمي دليلا؟ لأنه يرشد.
لأنه يدل إلى الحكم الجزئي، صح؟ فالدليل الإجمالي هو المتوسط ما بين الدليل التفصيلي والحكم الفرعي. يبقى الدليل الإجمالي هو ماذا؟ هو الدليل المتوسط ما بين الدليل التفصيلي إلى الحكم الإيه؟ الفرعي. الحكم الإيه؟ الفرعي. الواضح؟ طيب، علم أصول الفقه لا يبحث في الدليل التفصيلي، ولكن يبحث في الدليل الإجمالي كيف يعمل في الدليل التفصيلي ليصل إلى الحكم الفرعي. خلاص، نشيل الجزء عشان بس إيه ما يختلطش عليكم. خلاص، واضح؟ يبقى إيه، ما هي وظيفة الدليل الإجمالي؟ التوسط ما بين والحكم، التوسط ما بين الدليل التفصيلي والحكم. لماذا؟ لأننا الأحكام التكليفية التي نتكلم عنها أحكام كلية تنطبق على كثير من الأعمال التي نعمله، صحيح؟ فالواجب يطلق على الصلاة، والواجب يطلق على الزكاة، ويطلق على الحج. إذن هناك أفراد كثيرة تحت هذا الواجب. يعني الواجب يمكن أن يسمى، اللي هو الحكم التكليفي، يسمى به ماذا؟ أعمال كثيرة، صح؟ كيف نعرف أن هذا العمل يدخل تحت هذا الحكم أو يدخل تحت غيره؟ بدلالة الدليل الإيه؟ الإجمالي. خلاص؟ طيب، لماذا؟ لأن الواجب أو الوجوب يمكن أن يدخل تحته فروع كثيرة، الصلاة. فإذا أدينا بهذا الدليل الإجمالي فقال نعم، الصلاة من يمكن أن تلحق بالوجوب. من الذي قال هذا؟ إذا وجدنا علامة تتعلق بالصلاة في الدليل الإيه؟ التفصيلي، فوجدنا علامة اسمها إيه؟ أقيموا. طب أقيموا هذا كيف نترجمه؟ قال أقيموا فعل أمر. هل لدينا شيء يجعلنا نصل إلى الحكم؟ نعم لدينا. ما هو الأمر؟ يقتضي الوجوب. يبقى لما يبقى هذا أمر، نجعل بقى يبقى هذا أمر، صحيح؟ والأمر يقتضي، يبقى النتيجة. هل الكلام واضح؟ يبقى الدليل، ما الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي؟ الدليل الإجمالي لا تقول أن الدليل التفصيلي جزئي من الطريق من الدليل الإجمالي. غلط. لما تقول إن الدليل إيه؟ التفصيلي جزء من الدليل الإيه؟ هل أقيم الصلاة جزء من الأمر يقتضي الوجوب؟ صح؟ لكن الدليل التفصيلي يمكن به أن نصل من الدليل الإجمالي، يمكن أن نصل به من الدليل التفصيلي إلى الحكم، فهو يتوسط ما بين ماذا؟ لكن هناك مدخل لمن يقول بأن الدليل، هناك مدخل، ولكن معنى ذلك أن رأيي ومذهبي هو الأول، أن الدليل التفصيلي ليس جزءا من الدليل الإجمالي. ولكن من قال بأن الدليل التفصيلي يكون جزءا من الدليل الإجمالي، يقصد بذلك إيه؟ أن موضوع الدليل التفصيلي، أن موضوع ماذا؟ الدليل التفصيلي اللي هو ده، اللي هو ماذا؟ اللي هو الصلاة، الحكم على الصلاة، اللي هي الصلاة، يمكن من خلال أن نجعل هذا الخطاب الذي فيه، يمكن أن نجعل الخطاب الذي فيه، الخطاب الذي يتوجه الذي يتعلق بهذا الموضوع داخلا تحت موضوع الدليل الإجمالي. يبقى تفسير الخطاب الموجود في الدليل التفصيلي يمكن أن يكون داخلا تحته
تحت موضوع الدليل الإجمالي. يبقى الخطاب الذي فيه الطلب، يعني الطلب أو التخيير، الخطاب الذي هنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، الخطاب الذي هو فين؟ في الدليل إيه؟ يمكن أن يكون داخلا ها؟ في موضوع الدليل الإجمالي. فهمتم يا سادة؟ فهمتم؟ ولكن أنا لا أرى هذه المتاهة، هذه الصعوبة، فأقول أن الدليل الإجمالي هو واسطة. أو ما هي وظيفة الدليل الإجمالي؟ واسطة ما بين ماذا؟ ما بين الدليل التفصيلي. الله أكبر، وما المكنتوش بتنطقوا ليه؟ طيب، يبقى إذا تركنا الدليل الإيه؟ الإجمالي، هل يمكن أن نصل إلى الحكم؟ كما أن الشخص يريد أن يصل إلى سطح البيت بلا سلم، هل يمكن أن يصل إلى سطح البيت بلا سلم؟ إلا إذا كان سوبرمان. هناك كثير من الناس يعتبرون عقولهم سوبرمان فلا يحتاجون إلى أصول الفقه. المتمسلفة يعتبرون هذا أنفسهم هكذا، يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى أصول الفقه. فهمتم هذا؟ يبقى هذا هو الدليل التفصيلي، وهذا هو الحكم الجزئي الفرعي. يبقى إذن أصول الفقه هي التي تتوسط ما بين الدليل التفصيلي والحكم الإيه؟ والحكم الفرعي. هل الكلام واضح؟ ولا لا؟ واضح. الدليل الإجمالي ماذا؟ هو موضوع علم أصول الفقه. ولكن انتظر، إياك أن تقبل في علم، إياك أن تقبل في علم أن يذكر لك موضوع العلم، يعني المجال الذي يبحث فيه هذا العلم، من غير أن تنظر في المدخل، مش مدخل الباب، المدخل يعني الحيثية. في علوم الاجتماع يسموها المقاربة، وبالإنجليزية يسمى الأبروتش، مدخل. كيف ستنظر لإيه؟ لهذا المجال. يعني نحن لا تكتفي فقط بأن يقول لك موضوع علم أصول الفقه والدليل الإجمالي، هذا لا يكفي، لازم تقول للدليل الإجمالي من إيه؟ من حيث يبقى يتكلم عن الإيه؟ عن المدخل، يتكلم عن إيه؟ عن الاعتبار وعن المدخل، من حيث إيه؟ استنباطه، أو من حيث كيفية، من حيث كيفية استنباط الأحكام اللي هي الأحكام الإيه؟ الفروعية. ما كله أحكام شرعية، ما دوت برضو أحكام شرعية، أحكام الفروعية به أو من خلاله. خلاص، يبقى ده موضوع إيه؟ فهمنا كده موضوع أصول الفقه. يبقى هذا هو الإيه؟ الموضوع. طب ما فيش حد منكم سألني لماذا تبدأ بالموضوع؟ ما المصنف بيقول إيه؟ الحد والموضوع. ليه بدأت بالموضوع؟ لأن إحنا لما بنيجي نعرف الحد بنعرفه بالأشياء الذاتية، والموضوع هو الشيء الذاتي في العلم، فكيف سأعرفه بالحد وأنا لم آتي بالشيء الذاتي فيه؟ فلا بد أن أتي بالشيء الذاتي فيه الأول ثم أعرفه بالحد. لأن الحد، ما الفرق بين الحد والرسم؟ الحد التعريف بالشيء الذاتي اللي هو داخل الشيء. طيب، والرسم التعريف بالشيء العرضي اللي هو قد يكون الذي هو ملحق بالشيء وخارجه. خلاص، واضح؟ تفضلي. المدخل دي الأدلة الإجمالية، تمام؟ بس كده ما ينفعش، زي ما في علم الاقتصاد كده، الأرقام غير الإيه؟ غير المنسوبة لا معنى لها، صح؟ كذلك في علم أصول الفقه، من غير ما تقولي لي الحاجة دي بدرسها من أي اتجاه، ما يبقاش اسم موضوع. مثال، أنا بدرس دلوقتي الأمر يقتضي الوجوب، ده موضوع علم أصول الفقه، بيدرسه من ايه؟ من حيث استخدامه كواسطة ما بين يقيم الصلاة والصلاة واجبة، صح؟ هو ده اللي احنا كتبناه. يبقى ده المدخل. يبقى انا بدرس الأدلة الإجمالية من حيث تكوينها يعني،
ولا من حيث وظيفتها. واضح كده؟ فالدليل الإجمالي ما وظيفته؟ يبقى احنا بندرس الدليل الإجمالي من حيث صناعته في أصول الفقه، يعني بندرس كيف نؤسس الدليل الإجمالي، لكن بنبحث في ايه؟ في كيف نستخدم الدليل الإجمالي. واضح؟ يبقى أصول الفقه بيعلمنا ايه؟ النهاو، كيف نستعمل الدليل الإجمالي. يبقى الأمر هو كيف سنستعمل الأمر في أن يجلب لنا الوجوب، صحيح؟ وكيف سنستعمل النهي في أن نفهم به ماذا؟ نفهم به كان الوجوب، والأمر والنهي يقتضي التحريم، فهم؟ وأن القرينة تصرف الأمر عن الوجوب، أمر عن الإيه؟ يبقى نحن عندما هل نريد أن نعرف الأمر؟ لا، نريد أن نعرف كيف سيكون الأمر دالا لنا على الحكم. يبقى الدليل الإجمالي الأمر من حيث كيفية استنباط الأحكام به، يبقى الأمر سنعرف من خلاله كيف نصل إلى الوجوب، فصارت القاعدة ماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب. هل هذا مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ يبقى الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب. طيب، يبقى الدليل الإجمالي من حيث كيفية استنباط الأحكام الفرعية إيه؟ به، أي بالدليل الإجمالي. خلاص؟ طيب، ده موضوع مين؟ ده موضوع أصول الفقه، صح؟ ما ثمرة أصول الفقه؟ ثمرة أصول الفقه كثيرة. أول ثمرة لأصول الفقه وفهم الكتاب والسنة، صح؟ يبقى ثمرة أصول الفقه ماذا؟ فهم الكتاب والسنة بطريقة صحيحة. هذا الأول. الثاني، معنى الثاني ماذا؟ الوصول إلى الأحكام الفرعية التي بها نصل إلى مراد الله. ثلاثة، أول حاجة الفهم الكتاب والسنة بطريقة إيه؟ صحيحة. بعد كده الوصول إلى الأحكام الفرعية التي بها نصل إلى إيه؟ إلى مراد الله. بعد ذلك إيه تاني؟ ضبط العقل المسلم في استنباط المعاني من الأدلة المختلفة. أربعة، تأهيل المتشرعين، بحب أنا كلمة المتشرعين وهتعرفوا ليه، المتشرعين للاجتهاد. زي ما بيقول كده الإمام الإسنوي في فاتحة كتابه التمهيد، إنه بيقول وعمدة إيه؟ أن أصول الفقه هي عمدة الاجتهاد. يعني إذا تأهل الإنسان وتعلم أصول الفقه يكون لديه من معاني التأهيل ما يمكن به الاجتهاد. يبقى عندنا كم معنى؟ الثمرة الأولى أننا نفهم الكتاب والسنة بطريقة صحيحة. المعنى الثاني الوصول إلى الكتاب إلى الأحكام الفرعية التي بها نصل إلى مراد الله. بعد كده نضبط العقل عند ماذا؟ عند استنباط المعاني من الأدلة المختلف فيها، سواء الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الاستحسان، كل هذه نتعلم من خلالها كيف نستنبط المعاني من هذه الأدلة. وفي النهاية نتأهل لماذا؟
نتأهل للاجتهاد. واضح كده؟ هذا ثمرة علم الايه؟ ثمرة علم الأصول. اتفضل. متشرعين هو كل من اتجه نحو تعلم الشريعة سواء كان مبتدئا أو كان منتهي أو كان متوسطا. فالمبتدئين اسمهم متشرعين لأنهم يطلبون الشريعة من تشرع. فعشان كده بس أنا بحب المتشرعين دول عشان إيه؟ سواء في طريقه للاجتهاد أو كان مجتهدا. خلاص؟ طيب. طبعا كمان أصول الفقه بتساعدنا في حاجة لكن لا أريد أن أكتبها، تساعدنا في فهم كلام الناس. الإمام الزركشي يقول إن أصول الفقه لم توضع بس لفهم كلام الله، بل أيضا وضعت لفهم كلام الإيه؟ مثل ماذا؟ إذا قلت لكم موعد المحاضرة القادمة إن شاء الله في الساعة 3:30، ثم عدت وقلت لكم بعد ذلك موعد المحاضرة يكون في 4، إذا موعد المحاضرة متى؟ 4. لماذا؟ ما الذي جعلكم فهمتم مني أن موعد المحاضرة 4؟ النسخ، أنني نسخت كلامي. من أين عرفنا مصطلح النسخ؟ من أصول الفقه. إذن أصول الفقه ما لها؟ أيضا تساعدنا في فهم كلام الناس. من الذي يمكن أن يعتمد على أصول الفقه بشكل قوي في فهم كلام الناس؟ القاضي. القاضي يمكن أن يستخدم أصول الفقه بشكل قوي في ماذا؟ في فهم كلام الناس، ويكون حجة له في أن يقضي على الناس بكلامهم من خلال أصول الفقه. لماذا لم أكتب هذا؟ لأنكم حتى الآن لم تصيروا قضاة، ولأنكم إما تتكلمون بالعامية المصرية أو تتكلمون بالعامية المالوية أو العامية الأندونيسية، وهذا أو ذاك لا نستطيع أن نحاكمه إلى أصول الفقه، بل نحاكمه إلى المهلبية، صح؟ مش كده؟ لكن في معاني في أصول الفقه تصلح أن تفهم بها حتى الكلام العامي. واضح؟ زي ما أنا كده طبقت لكم، هذا يصلح في العامية وفي الفصحى أن تعرف أنني قد نسخت إيه؟ قد نسخت كلامي. هل الكلام واضح؟ طيب، يبقى ده ثمرة مين؟ ولا بد أن نعرف الحد، ولا بد أن نعرف ماذا الحد، وهذا نعرفه في اليوم الذي بعد يوم الأحد بأربعة أيام في الدرس القادم إن شاء الله. ها طيب، مين عنده سؤال؟ أنا بس عايز حد منكم. حاضر، أسمع الأسئلة. أنا عايز بس من حضراتكم 3 طلاب. احنا نعمل ايه بقى؟ نحن سنقرأ الورقات ثم سنعطي لثلاثة من الطلاب، يمكن ان يكونوا ثابتين او متغيرين، ان يقرأ كل واحد منهم شرحا، فيقرأ احدهم شرح المحل، واحدهم يقرأ شرح الحطاب زي ما احنا متعودين كنا زمان في الازهر الشريف، واحد ممكن يقرأ كلام الشيخ عت، وهكذا. فمن فأنت تقرأ إيه؟ المحل إن شاء الله. المحل إن شاء الله وموشاء، يبقى المحل. وأنت تقرأ إيه؟ حطاب. وأنت محلي تاني، ماشي خلاص. يبقى الاثنين دول هيقرأوا المحل، والشيخ محمود هيقرأ إيه؟ الحطاب. في حد هيقرأ حاجة تاني؟ هيقرأوا من الكتب، هم هيقرأوا، وبعد ما أنا أخلص أسمع منه. فإذا حد غلط مش هضربه على إيده، أصحح له ما إيه؟ ما أخطأ في إيه؟ في فهمي، وإن شاء الله أصوب، وإن شاء الله سيكون قراءتهم صوابا. لماذا؟ حتى لا نفوت هذا، لأن الكتاب صغير وأنا نريد أن ننتفع انتفاعا كبيرا. هل الكلام واضح؟ طيب، الأسئلة. من يريد سؤالا يرفع يديه مش يده. يبقى ادي 1 2. اتفضل. اسف ليه؟ هو انت عملت حاجه؟ هو السؤال ما فيهوش اسف، بالعكس السؤال فيه شيء احبه، شيء يريحني. بالنسبه للموضوع الفلسفي، يعني الدليل الاجمالي من حيث الاستنباط، من حيث كيفيته،
بالنسبة حكم فرع يعني الحكم المتفرع من الدليل التفصيلي ولا حكم شرعي يعني شرعية الصلاة والحج والزكاة. تاني ما أنا ما فهمتش كده يا ولد. يعني حكم فرع الذي صح ماله بقى؟ الدليل التفصيلي طبعا ولا حكم فرعي يعني في العبادة مثلا كالصلاة والزكاة. لا كل الأحكام كل الأحكام كل الأحكام الشرعية كل ويسأل هل تقصد بالأحكام الفرعية الأحكام المتعلقة بالعبادات أم الأحكام التي ولا كل الأحكام. لا كل الأحكام. فالأحكام التي تتعلق بالمعاملات كذلك والأحكام التي تتعلق بالكنايات كذلك والأحكام التي تتعلق بماذا بالمعاملات وبالمناكحات كذلك ولأجل هذا والأحكام التي تتعلق بالعقيدة كذلك تنتظم بأصول الفقه. فهناك فرق ما بين ما الأحكام التي يعبر فيها يعبر بها في علم الكلام فهي أحكام العقلية يعبر بها في علم الكلام ولكن ما الطريقة التي نفهم بها الكتاب والسنة لنصل إلى المعاني التي في علم الكلام أصول الفقه كذلك. فأصول الفقه تستخدم في علم الفقه وفي علم التوحيد وكذلك تستخدم في علم التزكية. فمثلا إذا جاء إنسان وادعى شيئا في علم التزكية هنعرضه على ماذا؟ على فهم الكتاب والسنة بأصول الفقه. فهمت؟ يبقى الذي نتحاكم يبقى الآلة التي المعيار الذي نتحاكم إليه في تصحيح الفهوم سواء كان هذا الفهم يتعلق بالأحكام الفقهية أو كان يتعلق بالأحكام العلمية التي هي علم الكلام أو كان يتعلق بالأحكام السلوكية التي تتعلق بالتزكية كل ذلك ينبني على ماذا؟ على أصول الفقه. فهمت؟ طيب إن هو ينشئ القواعد هو علم أصول الفقه أيضا بس ليس هذا ولا هدف من وجود أصول الفقه. الهدف من أصول الفقه مش إنشاء القواعد. الهدف من أصول الفقه الدلالة على كيفية استعمال هذه القواعد لاستنباط الأحكام. واضح؟ فهو ليس الهدف من أصول الفقه ماذا؟ التقعيد. بل لابد أن التقعيد هذا كان نقوم به لأن لو أن ستجد أن أصول الفقه في بعض الأحيان تكون في شكل مسائل وليس في شكل قواعد لأنه تكون المسألة مختلفا فيها. مثلا على سبيل المثال قاعدة التي تتعلق على العبرة ساكت يا ولد على العبرة بالألفاظ والمباني أم العبرة بالمقاصد والمعاني خلاف فتركوا القاعدة هكذا تركوا المسألة هكذا. طب هل هذه من أصول الفقه؟ نعم من أصول الفقه لأن هناك من سيختار أن العبرة بالمقاصد والمعاني مطلقا وهناك من سيختار العبرة بالألفاظ والمباني مطلقا وهناك من سيتوسط في بعض المسائل يأخذ العبرة بالمقاصد والمعاني وبعض المسائل يأخذ العبرة بالألفاظ والإيه والمباني. هل الكلام واضح؟ فهو لم يكن المقصود من علم أصول الفقه إنشاء القواعد لكن هو بالطبيعي أنه سينشئ قاعدة هو سينشئ قاعدة حتى تصير هذه القاعدة إيه دليلا إيه إجماليا ولكن هو يختص بالمنهج. يعني علم أصول الفقه علم يدلك على منهج التفكير ومنهج الاستنباط ولا يريد أن يضع القواعد لكن هو سيضع قواعد طبعا ويضع قواعد إيه لأن القواعد ديت هو الذي سيستخدمها في الاستنباط. واضح؟ لكن هو ليس عمله الأساسي ماذا؟
إنشاء القواعد، وإن كان بطبيعة الأمر هو ينشئ قواعد، لكن هو جاي ليدل على كيفية استخدام هذه القواعد في إيه؟ في الاستنباط. واضح كده؟ واضح؟ لأن مش كل المسائل تم التقعيد فيها، في مسائل فيها خلاف، في مسائل فيها إيه؟ خلاف. وينبني الاستنباط بناء على إيه؟ على الخلاف. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هذا إذا كان مقدمة الوجوب ولا مقدمة الواجب؟ هل أنا يجب علي أن أحقق الشرط الذي به يحصل الواجب، ولا علي أن أحقق ما به أؤدي الواجب؟ لا، ده في فرق ما بين الاثنين. يعني علي أن أحصل النصابة، يعني يجب علي أن أحصل النصابة لتصير الزكاة واجبة علي؟ لا، يعني أنا ليس عندي نصاب، الزكاة لا تجب إلا بالنصاب. ما لا يتم الواجب وهو إخراج الزكاة، ما لا يتم الواجب اللي هو إخراج الزكاة إلا به فهو واجب. يبقى حساب الزكاة ماله واجب. ليه؟ لأن أداء الزكاة الذي هو واجب لا يتم إلا بحساب الإيه؟ بحساب الزكاة. فهمتم؟ يبقى في فرق ما بين أداء الواجب وماذا؟ وتحصيل مقدمة الوجوب. لا، أنا لا يجب علينا تحصيل مقدمة الوجوب. فهمتم شيء؟ يبقى مين اللي علمني ده؟ أصول الفقه. قال أنت، يبقى أصول الفقه هو الذي يعلمني كيف أستخدم القاعدة. واضح؟ مفهوم؟ ايه تاني؟ انتوا بتصلوا مش كده؟ انتوا شافعيه، بس الشافعيه زياده عن اللزوم. هذه من مسائل 19 اللي بناخذ فيها بالقول الايه؟ بالقول القديم. القول الجديد ان 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 ان, إن المغرب واجب ايه؟ واجب مضيق. واحنا بناخد ان ان المغرب واجب ايه؟ ربنا يسامحكم، واجب موسع. طب ده في القديم ولا في الجديد؟ ده في القديم. يبقى احنا بناخد بانه واجب ايه؟ واجب موسع. فاهمين حاجه؟ طيب الحمد لله. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان هنصلي بعد هنصلي بعد ما تخلصوا اسئلتكم، عشان نصلي بس. ها هو اصلا الاجتهاد ده ليه باب؟ يعني لو فضلنا ان احنا قفلنا الباب ده ما حدش يقدر يدخل. الاجتهاد ده معنى يمكن ان يصل اليه كل من يحقق اسبابه، ولا الاجتهاد ده يعني معنى ورتبه، ولا الاجتهاد ده وظيفه يعني ايه يتم الشخص فيها بتعيينه؟ لا، ده معنى ورتبة. كل من وصل إليها وحقق أسبابها وصل إليها، فما فيش حد يستطيع أن يغلق باب الاجتهاد. لماذا؟ لأن الذي جعل الاجتهاد بلا باب هو الله. قال فاعتبروا، خلاص. يبقى إذا كان الإنسان قادرا على الاعتبار وتوفرت فيه شروط الاعتبار وشروط النظر، فكان ذا بصيرة وكان قادرا على الاعتبار، جاز له أن يكون مجتهدا. أما إذا اختل شرط من شروط الاجتهاد فيه، فإذا مارس الاجتهاد مع اختلال شرطه فكان ذلك اشتغال، كان ذلك اشتغالا بإيه؟ بالباطل. والاشتغال بالباطل حرام، كمن ذهب ليصلي بلا وضوء صلاته باطلة، وإذا علم أنه يشتغل بالصلاة وصلاته غير صحيحة، اسمه هذا إيه؟ اسمه إيه؟ فمن يصلي صلاة باطلة آثم. لماذا؟ لأن الاشتغال بالباطل إيه؟ حرام. وإذا هو ذهب ليجتهد
وليس وقد نقص منه شرط من شروط الاجتهاد, شرط من شروط صحة الاجتهاد, فأصبح مجتهدا, أصبح يجتهد وهو لا يستطيع أن يعرف دلالة النصوص ولا يستطيع أن يعرف مراتب الأدلة أو أن يعرف كيفية القياس, لا يعرف واحد من هذا, فذهب فاجتهد كمن ذهب ليصلي بلا وضوء, صلاته وهو يعرف أنه يصلي بلا وضوء يكون إيه؟ يكون آثما. ما حدش يجي يقول لي إيه؟ من اجتهد فأصاب فله أجر, ومن اجتهد فأخطأ, من اجتهد فأخطأ فله أجر, ومن اجتهد فأصاب فله أجران, وفي رواية فله عشرة, والأجران ليكون لمن إيه أخطأ. لا, هذا باطل. ليه؟ لأن الاشتغال بالباطل إيه؟ حرام. وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الإيه؟ فيكون آثما. فمن اجتهد وهو لم يحصل أسباب الاجتهاد كان آثما, ولا يسمى فعله اجتهادا, ولكن يسمى فعله اجتهادا على سبيل المشاكلة بس. يعني هو على كماذا؟ كادعاء الشخص فنسمي له إيه؟ هذا تنزلا, فهذا ليس اجتهادا ولكنه تعدي, ولكنه إيه؟ حد فاهم؟ يبقى هذا ليس اجتهادا, هو بيمثل, يعني هو بيمثل كالشخص اللي هو دوت اللي هو إيه؟ يصلي وهو غير متوضئ وإيه؟ ويعرف أنه غير متوضئ فهو آثم. أما اللي إحنا لما يكون واحد في الصلاة لما ينتقد وضوء يخرج من الصلاة ليه؟ يكمل صلاة يعني وهو مش متوضي؟ واحد يقول لك أنا استحيت, أنت آثم يا حبيبي ما تكملش الصلاة وأنت مش متوضي, يخرج. واضح؟ لأن الاشتغال بالباطل إيه؟ حرام. خلاص؟ تفضلي. ينفع الواحد يعمل اي مشروع وما يلتزمش فيها بقانون, هيعمل مشروع في الاستاتيكا وما يلتزمش بقانون الحركة بتاع نيوتن؟ ينفع؟ السؤال الاول خلاص هتجاوب على السؤال بتاعي, ينفع يمشي يسيبه من قوانين الحركة بعد ما اصبحت فكت؟ سؤالي بس, ينفع ان هو لا لغايه دلوقتي لغايه ما ربنا يسهل, ينفع يعني ينفع انا اصنع سياره بغير قوانين الحركه؟ هتمشي السياره؟ خلاص مش هيمشي الفهم لو انت ما مشيتش في اصول الفقه. هي بتسال هل يمكن ان نزيد في علم اصول الفقه مسائل جديده؟ نعم, بحسب حاجه الناس. بمعنى ماذا؟ ولكن لا تأتي وتقول والله سأضيف أصول الفقه, ولا تضيف من جنسه ولا تضيف لحاجة. صحيح؟ فأصول الفقه علم رصين, لكن هل معنى ذلك أننا لا نجدد في أصول الفقه؟ لا يا سيدي, في تجديد في أصول الفقه, بس مين اللي هيجدد؟ قال هذه الفاتحة فأين عمر؟ دي الفتحة. قال هذه الفتحة فأين الإمام أحمد؟ فين بقى؟ مين اللي هيجدد ده بقى؟ إذا كنتوا بتسألونا في تجديد في أصول الفقه, أيوة تمام كده؟ ضوابط بقى كتيرة, إني أصلا تأتي بشيء نحتاج إليه في الاستنباط لا يكون يندرج تحت القواعد القديمة, لأن أن تحدث معنى لا حاجة له عبث,
لأن تحصيل الحاصل عبث. فإذا كنت اللي أنت بتضيفه ده موجود في القديم وأنت بتقول لي إيه تعالى نعمله جديد، يا سيدي ما هو موجود. أو ده يسموه العلماء إيه؟ عبث. والاشتغال بالعبث حرام. يعني أنا إيه دلوقتي بعمل إيه؟ أنا دلوقتي هو الشخص مكتفي فأعطيه، هذا تحميل الناس ما لا يطيقون ولا حاجة إليه، وتضيع للوقت وتضيع للأعمار. نحن لا نعبد الفكرة، نحن نعبد الله. تاني كده، نحن لا نعبد الأفكار، نحن نعبد الغفار. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين على طاعاتك محافظين. اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا مولانا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تزيل عن قلوبنا غشاوتها، وأن تزيل عن قلوبنا حجبها، وأن تجعلنا من عبادك المقبولين، وأن تجعلنا من عبادك الذين يسرت لهم التعليم حتى أقبلوا عليك من باب تحبه فرفعتهم في رتبة المحبوبين. واجعلنا يا ربنا من المقربين، واجعلنا مع سيد المرسلين في كل وقت وحين، ولا تردنا خائبين. واجعلنا يا ربنا من الصالحين وفي الصالحين ومع الصالحين، واجعلنا يا مولانا من الصادقين. اللهم أجري علينا ما يقربنا منك. اللهم إن أردت منا شيئا فاجعله اللهم في مرضاتك، واجعلنا اللهم موفقين إليه، ولا تجعلنا يا ربنا ممن ضلوا الطريق، واهدنا إليك من أقرب طريق، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تغادر فينا ولا في من نحب يا مولانا شقيا ولا محروما، واجعل هذه المجالس في ميزان حسنات شيخنا وسيدنا سيدي نور الدين علي بن جمعة، واجعل ذلك رفعة في مقامي وتقريبا له من حضرة النبي على الدوام، واجعلنا من أهل الاجتماع بحضرة النبي في اليقظة والمنام وفي كل وقت وحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الهادي الأمين، وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. كلما ناديتُ